اهلا بيكم في حلقه جديده من الويكلي نيوز. انا احمد عزيز من عرب هاردوير. من فترة كلنا سمعنا ان اخيرا موقع سوق تم الاستحواذ عليه بشكل كامل من امازون، وده ظهر لما تحول موقع سوق الاماراتي لشكل موقع امازون بالكامل، ودلوقتي سوق بقى امازون الامارات. الخبر ده يعتبر خبر كويس جدا لكل السوق العربي ومبشر جدا لكل دول المنطقة انهم اخيرا يقدروا يستفيدوا من خدمات امازون في بلادهم من غير ما يقلقوا بخصوص الشحن والجمارك. فبالنسبة لموقع سوق المصري فهو مازال تحت تسمية سوق، بس ممكن جدا نشوف التحويل ده قريب. بس الأهم من التحول بالاسم هو التحول بالجودة اللي بيقدمها الموقع، فهل تقدر الدول العربية انها تقدم نفس مستوى الخدمة؟ قولوا لنا رأيكم ده تحت في التعليقات. بما اننا بنتكلم عن سوق، بنفكركم اننا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان لابتوبس MSI بقوتها المعهودة دلوقتي بقت في السوق المصري ومتوفرة عن طريق سوق.com. اللابتوبس المتوفرة هي GF638RC وGS65 Stealth وGT75 Titan 8SG وPS63. واللي لفت نظرنا تحديدا هو جهاز تايتن اللي بيقدم قوة كبيرة جدا ممكن تقارن بأجهزة الديسكتوب. وعموما الخبر ده هو خبر سعيد جدا لكل اللي بيحبوا أجهزة MSI، بس ده مش الخبر السعيد الوحيد، لأننا يعني عندنا خبر ليكم حلو كمان. تابعونا قريب جدا على العرب هاردوير علشان هنقول لكم التفاصيل دي عن جيف اواي لبعض منتجات وميرش لشركة MSI. قبل ما نخلص كلام عن اللابتوبس والاجهزه المحموله، لازم تعرفوا ان لابتوبس MSI الجديده كلها جايه مع كروت انفيديا الجديده. فجهاز تايتن مثلا بيجي بكارت RTX 2080، وجهاز GS65 جاي مع كارت RTX 2070، واللي بيقدم اداء اعلى بنسبه 40% من كارت GTX 1070 بتصميم ماكس كيو. واخيرا جهاز GF اللي جاي مع كارت GTX 1650 الجديد. تقدروا تشوفوا مراجعتنا للكارت GTX 1650 من الاي من فوق. حابين نسألكم سؤال شغل بالنا بقاله فترة، ايه هي افضل شاشة ممكن تستخدمها للجيمينج؟ وهل فعلا ريفرش ريت مهم لتجربة العاب افضل؟ يعني لو تحب تلعب هتلعب على شاشة 144 هرتز ولا 60 هرتز؟ وهل الاداء بينهم فعلا بيفرق في تجربتك؟ قبل ما تجاوبنا على الاسئلة دي، عاوزين نلفت نظرك اننا مؤخرا نزلنا حلقة عن شاشات ال 144 هرتز، وهل تستحق فعلا انك تديها اولوية عن غيرها في الجيمينج ولا لا؟ اتكلمنا تحديدا عن الشاشة الجديدة من بينكيو وهي XL2411P، وهل ممكن تكون الخيار الانسب ليك؟ وفي الفيديو ده قايلين معلومات كتير جدا عن الشاشات اكيد هتستفيد منها، فشوف الفيديو من الاي من هنا. مش هنخرج كتير عن الشاشات في الكلام، بس هنتكلم بشكل موسع اكتر لاننا قريب جدا هتكون عندنا مراجعه للسفينه الفضائيه الجديده للشاشات من اسوس، هي شاشه ROG XG 49V الترا وايد اللي عرضها 49 بوصه. اسوس كمان اصدرت نسختها الجديده من كارت GTX 1650 من انفيديا، وتقدر كمان تشوفوا تجمعتنا اللي استخدمنا الكارت ده من الاي من هنا. يوم 10 مايو اللي جاي هيكون ميعاد اصدار الفيلم الوثائقي للعبه جاد اوف وور، فيلم بعنوان جاد اوف وور رايزنج كريتوس، وتقدر تشوف الفيلم ده على قناة بلاي ستيشن على اليوتيوب. الفيلم تم الاعلان عنه من فترة من استوديو سانتا مونيكا على تويتر، وتم عرض تريلر صغير للي ممكن تتوقعه من الفيلم. المفروض ان الفيلم ده بيتكلم عن رحلة الخمس سنين اللي كان فيها عملية تطوير الجزء الاخير من اللعبة، المخاوف اللي كانت بتواجه فريق التطوير بسبب ان هم غيروا كتير جدا في المعادلة المعتادة لشكل العاب السلسلة. بالنسبة لاي حد بيحب كريتوس وجاد اوف وور، دي حاجة لازم تتشاف، وانا عارف اننا اكيد كلنا في عرب هاردوير هنا مهتمين نشوف الفيلم. فورتنايت قدمت لنا امبارح عادتها اول صوره تشويقيه للموسم التاسع من حسابها الرسمي على تويتر، مع جمله بتقول المستقبل غير المعروف. ومن الجمله دي نقدر نقول ان السيم الجديد للموسم الجديد هيكون مستقبلي او خيال علمي، وده كمان ممكن نستنتجه من صوره الشخصيه اللي موجوده في الصوره. قولوا لنا في الكومنتس، هل انتم متحمسين للموسم التاسع من اللعبه ولا خلاص فورتنايت كده بقت حاجه من الماضي؟ في كلام جديد مؤخرا بيتعلق بلعبه ويتشر، او بالاصح مسلسل ذا ويتشر على نتفليكس، والكلام بيقول ان المسلسل انتهى تصويره بالفعل. الكلام ما زال في حكم الاشاعات، ولكن الفكره ان مصدره موقع مهتم بالمسلسل جدا وكان عنده اخبار عليه من اول ما كان مجرد فكره. اللوكيشنز اللي تم تصوير فيها المسلسل بتتضمن اماكن من هنغاريا واسبانيا وهولندا، واستغرقت حوالي 7 شهور. بس كده كده الكلام ده معناه اننا هنشوف المسلسل ده قريب، بس مش في رمضان اكيد، وده اكيد هيرحمنا من منافسه عملاقه الدراما والاكشن باشا مصر سليم الانصاري وزلزال قاهر الاندال محمد رمضان. لعبه مورتال كومبات 11 صدرت رسميا من اسبوعين، والملحوظ ان اللعبه بتقدم
ارقام غير مسبوقه بالنسبه للسلسله ككل. اللعبه بدات على ستيم في المركز العاشر، ودي حاجه جديده لان السلسله بالكامل عمرها ما قدرت توصل حتى لل50 المركز اللي في الاول. عدد الجيمرز الموجودين في نفس اللحظه هو 35,000، وده كمان ريكورد جديد ويعتبر 3 اضعاف الارقام اللي حققتها الاصدار اللي فات من اللعبه. مورتال كومبات 11 كمان عملت ارقام كويسه في مبيعات النسخ الفيزيكال، ولكن ما قدرتش تتفوق على لعبه دايز جون في مبيعات بريطانيا واكتفت بالمركز الثاني. اعلان مهم جدا يوم 9 مايو اللي جاي له علاقه بجوست ريكون من يوبي سوفت. هو ايه ليه مش عارفين تحديدا. اعلنت يوبي سوفت انه هيبقى فيه كشف جديد يوم 9 مايو متعلق بلعبه هوم كلانسيز جوست ريكون، واقتراحات كتير بتقول اننا ممكن نشوف جزء جديد في السلسله ومش مجرد تحديث للعبه وايلد لاندز، وده ببساطه لان لعبه وايلد لاندز بقالها اكتر من سنتين، فالاستثمار في محتوى حاليا مش هيكون افضل حاجه، ومش من عاده يوبي سوفت اصلا انها تعمل كده. فقولوا لنا رايكم برده في الكومنتس، وايه اللي انتم متوقعين تشوفوه؟ هل هنشوف جزء جديد في السلسله ولا مجرد تحديث للعبه الحاليه؟ ودي كانت كل الاخبار اللي عندنا النهارده. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الاخبار دي زوروا عربهاردوير.net والانستجرام تويتر فيسبوك يوتيوب. باي.